حرج جديد ربما تقع به الحكومه العراقيه نفي اولا من قبل احد المستشارين ان تكون الاجواء العراقيه قد استخدمت في هذه الضربه وفيما بعد يثبت الامر بمذكره احتجاج للامم المتحده على استخدام الاجواء اي حرج تقع به الدوله العراقيه اليوم لا هو اسمع لي ان اوضح لك يعني <applause> هو طبعا حرج على الدولة العراقية خاصة عندما تكون هنالك صفة معينة للتصريحات لكن أعتقد هو صرح قبل ما تصلنا البيانات المطلوبة من 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 شبكات الرادار وشبكات الدفاع الجوي والرادارات المدنية فلذلك هو صرح قبل ما تصل المعلومات كاملة إلى الحكومة وإلى الجهات المختصة وتأكد وجود مثل هذا الخرق في هذا الوضع، نعم احنا سُئلنا كثيرا وانا من خلال قناتكم لو ترجع الى الـ الـ يعني الى الارشيف خلال هالاسبوعين ثلاثه ذكرت لكم ذكرت لكم انه اربع بلدان سياديه تفصل ايران عن اسرائيل. يعني سوريا اردن العراق السعوديه هذول يعني انت تتوقع اصلا هم ما راح يقدرون يفوتون على العراق يعني خلينا نكون واضحين يا اخوان خلينا نتكلم بمهنيه أي. ما يقدرون يفوتون على العراق اذا ما يمرون لو على اردن لو على سوريا ما تقبل خطا يعني زين يا اما عندهم اما شمال السعوديه فمحتمل انه يعني حتى شمال السعوديه راح يضطرون من الجنوب يتخذون هذا فهو اكو خط سير اكو خط سير واكو نقاط حتى انا بوقتها اعتقد القناة تكون شرحتها قلت لكم في وقتها خط سير الصواريخ الايرانيه قلت لكم اقرب المسافات اللي ممكن ان تطلق هي مقابل من جهه السليمانيه ايران من جهه السليمانيه من هناك يكون خط السير يعني 1000 كيلو او 1000 200 كيلو فقط الى اسرائيل فلذلك محتمل بانه هي اتخذت مثل هذا المسار ومحتمل يعني خلي يعني نكون واضحين محتمل اتخذت مسارات اخرى على الحدود الحدود لكن هو ما يجي يتكلم والله من الغربيه واطلقت لا اصلا صاروخ اللي لقيناه اللي واقع احد الصواريخ اصلا موجود في منطقه ام وهذا شيء هذا هسه راح نعطيك دلاله اخرى أقرب الطرق باتجاه إيران هي من جهة تجي من الغربية باتجاه الخالص باتجاه إيران باتجاه ديالو ثم باتجاه إيران في كل الأحوال يعني أنا قلت لكم في كل حتى لو كانوا يخرقون تم الأجواء واختراق هذه الأجواء والعراق تقدم بمذكرة رسمية قدم فيها نعم لدى الأمم نعم المتحدة ما عسى هكذا مذكرات أن تنفع في هذا نعم المجال؟ انت تثبت موقف، احنا سابقا بالمناسبه هم ارد عليك يعني في موضوع بسيط، تذكر من قصف واربيل ايضا قدمنا مذكره احتجاج جهب. رسميه الى الامم المتحده والى مجلس الامن الدولي، هاي موجوده عندي بالتليفون. زين، ايضا قدمنا مثل هذه المذكرات، انت تثبت اختراق الحدود، احنا شوف هذه الرساله ارجو ان تنتبه اخي العزيز، هاي الرساله بها مسارين. المسار الاول هو الشكوى الى الامم المتحده والشكوى الى مجلس الامن. المسار الثاني لو تنتبه عليه هو تكليف وزاره الخارجيه بالاتصال بالجانب الامريكي. تعالوا احنا عندنا اتفاقيه احنا اتفاقيه اطار استراتيجي بيناتنا. احنا انتم الان واجبكم حمايه السماء العراقيه، الاجواء العراقيه. كيف سمحتم بمثل هذا الخرق؟ هذا هذا ايضا خلينا نفتهم. كيف سمحتوا بمثل هذا الخرق؟ انتم المفروض شركاء الان ويانا التحالف الدولي فليس من المعقول بانه تسمحون لاي خرق ممكن ان يمر مر الكرام. ايضا الخارجيه الان على اتصال ويا التحالف الدولي انتم عندكم انسحاب بسبتمبر 25. فكيف راح تمر الامور؟ يعني اذا انسحبتوا راح تبقى سماء العراق مباحه لكم؟ <applause>